أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سؤال في الرضاعة، تقول فيه: أنا امرأة أرضعت ابن أخي، هل يكون زوجي أبا له؟ وهل أم زوجي تكون جدته؟ وأخواته يكن عماته؟ أعيد السؤال. تقول: أنا امرأة أرضعت ابن أخي، هل يكون زوجي أبا له؟ وهل أم زوجي تكون جدته؟ وأخواته هل يكن عماته؟ إذا توفرت شروط الرضاع، يعني كان في الحولين وكان 5 رضعات فأكثر، فإنه يكون ابنا لك من الرضاعة، ويكون زوجك أبا له من الرضاعة، تكون محارمك محارم له من الرضاعة، كإخوتك وأخواتك وكل من هو محرم لك يكون محرما للرضيع. قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، مع قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، سماهن أمهات، وأخواتكم من الرضاعة سماهن أخوات. نعم.